فعلا يظن ان اذا ذهب للدعوه يجد الطرق مفروشه بالورود ويروح في طياره خاصه صحيح والطعام والشراب كيف افريقي؟ الله المستعان. والله يا اخي هي دعوه الى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثق تماما انك لن تجد عشره بل عشره ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه. ومع هذا عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام يعني ما تروح مكان الا والناس يقولون حيها لنا يعني الحمد لله اكرام الحقيقه ويعني وفيه يعني تفاني في خدمه يعني الداعي الى الله عز وجل. ولا يعني الطبيعه الموجوده هناك يعني لا تظن انها طبيعه يعني حاره وفيها يعني جفاف يعني بالعكس الطبيعه الناس هناك يذهبون للنزهه يعني الاوروبيون ياتون الى هذه الاماكن للنزهه. وفيه يعني في اشياء يعني مخالفه لما اعتدت عليه لكن ليس كل مخالف يكون أسوأ دائما يعني بل قد يكون احسن. وان وجدت شيء فهو في سبيل الله عز وجل يعني مهما وجدت يعني من اشياء فهو في سبيل الله. التنصير كيف يذهبوا الى اماكن وكذا ويصبروا. يذكرون قصه ان رجل داعي الى الله قال لاخوانه او للمنظمه او للمؤسسه قال أنا لا تودون للدعوة إلا لأوروبا فقط. أي نعم. يعني أما غيرها فأنا ما أريد. قال والله ما في إلا في أفريقيا. أي نعم. فقال والله أنا أفريقيا تعرف يعني فيها أمراض وفيها كذا. أي. فأحد الإخوة كلمه قال له اذهب معنا إلى أفريقيا وكل ما تحتاجه سنوفره لك. تمام. الفندق 5 نجوم أو 7 نجوم، السيارة الفارهة، أي شيء تريده هذا علينا احنا. اي نعم. المهم تذهب. تعال. ايوه. فذهب سبحان الله. وفعلا وفى الاخ يعني يعني بشرطه. ويوم من الايام قال له خلينا نتجول في القريه. قال ايش فيها القريه؟ ما في ايش فيها؟ نعم. ما فيها لا اسواق ولا فيها منتزهات ولا فيها اي شيء. قال تعرف على طبايع الناس. نعم. يقول فسبحان الله وانا اتجول واذا بفتاه بيضاء. نعم. مع هؤلاء الأفارقة يعني تعلمهم لا تجذب الماء معهم من البئر ايوه. فكان منها قال هذه نصرانية جاءت قبل 5 سنوات الان عمرها 22 يعني هي عمرها 17 سنة جاءت في التنصير جاءت وعاشت معهم يعني بظروفهم واحوالهم ما في فنادق جالسة في هذا عشتها. يقول انا كنت لما جيت للقريه هذه ظننت اني انا شيخ الاسلام سبحان الله يعني اني انا ابليت في الاسلام بلا ما ما فعله ما يدري انه ما صنع شيء. واذا بهذه المره قبل 5 سنوات جاءت ولم تتحرك من مكانها ما رجعت وانما جالست عاشت معهم واكلت معهم اكلت طعامهم وعاشت حياتهم. ف يعني ليست المساله يعني في غايه السهوله وليست هي في غايه الصعوبه. وهذا كله يعني يرجع للإخلاص. إذا أخلصت العمل لله عز وجل فسترى أن هذا كله حتى إذا رجعت إلى بلدك يعني ترى أنها حكايات جميلة تتمتع يعني بذكر يعني صحيح لكن مغامرات يعني لكن في سبيل الله والأجر المتحصل لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حتى المسلمين يحتاجون إلى دعم والناس يعني والله ما تأتي إلى مكان إلا وهم يقولون حيها اللي تقوله انت كانه كتاب منزل يعني ما يردون لك اي يعني اي شيء. سبحان والله مره نزلت من المطار قبل الفجر على اذان قريب الفجر يعني واحنا ماشيين في قريه قلت خلينا نصلي الاخ هذا نصلي في المسجد. يوم صلينا واذا المسجد هذا تعرف الادعيه بعد الصلاه وكذا فقلت الاخ يعني خلينا نتكلم. كلمت وقال والله اول مره نعرف ان هذا خطا. سبحان الله. إيه اول مره نعرف ان هذا خطا خلاص ما عاد نسوي. الحمد لله. ما عاد نسوي هذا الامر ابدا يعني سبحان الله. شوف كم من اجور بعد هذا يعني الناس هنا. الناس مقبله الناس بس تبغى من يعلمها من يفقهها في دين الله عز وجل. واحنا والله يعني تمضي اعمار يعني علينا البلاغ الشيخ والهدايه بيد الله وتبشر بخير يعني الناس هنا. الناس يعني مقبله ما تجد احد يردك يعني رحت مره الى مسجد في تنزانيا كان معي واحد من طلاب الجامعه رحت للمسجد وتكلمت عن يعني الاتباع والسنه والاتباع وكان في تكمله قلت له خلاص الاسبوع القادم ان شاء الله او غدا ان شاء الله اتيكم هذا يوم الخميس يوم الجمعه اتيكم.
فلما رجعت وإذا بهذا الطالب يعني كان على خلاف ما تربى عليه في الجامعة. سبحان الله. أيوة. فهذا يتحمل إثم كبير سبحان الله. يعني الطالب إذا رجع من الجامعة المؤمل فيه الدعوة إلى الله والدعوة إلى السنة والخير، لكن بعض الناس يتبع هواه ويريد المادة يعني. الله المستعان. فكان يقول لي والله الناس استاءت جدا من المحاضرة، استاءت جدا. هو يقول لك أنت. أيوة. أنا. وليتك يا شيخ ما تدخل في هذه الموضوعات، تعرف هذه أشياء تربوا عليها هم البدع هذه. الله المستعان. تربوا عليها. فقالوا الشيخ بكرة لا يجينا. لا يأتي. لا يأتي. فسبحان الله جاء صلاة الجمعة تسمي أنا أخطب في مسجد، وكانت السفارة مهتمة جزاها الله خير، هي اللي نظمت لنا هذا البرنامج يعني. ما شاء الله. أيوه. ما شاء الله. يوم جت وقت الصلاة ما جاء، استغربت أنا. فكلمني السفير أو القنصل، كان ذكر يعني القنصل، قال لي هل جاء؟ قلت له والله ما أحد جاء. فأرسل لي واحد آخر قال لي جاء، وقال لي فين رحت؟ قلت والله منطقة الفلانية أمس، وقلت له عندي محاضرة ولكن الأخ ما جاء يعني ولا جاني شو اسمه ذا للجمعة. قال لي خلاص أنا ودي، كان أعرف المسجد. تمام. فرحت وتأخرنا بعد الصلاة، يعني ما وصلنا لصلاة المغرب يعني. أنا. وإذا بالناس تنتظر. تنتظر. أيوه سبحان الله. سبحان الله. يوم جيت قالوا إيش تأخرتوا، نحن كذا نخرج من المسجد وإحنا ننتظركم. الشيخ قال غدا سيأتينا. يعني ألقيت المحاضرة وكذا. وقلت لهم والله أنا ظننت أنكم أنتم ما تبغوني. ما تبغوا السنة. أي ما تبغوني، ما تبغوني. قالوا لا مو صحيح. قالوا والله إحنا فرحنا نبي بمحاضرتك. ما شاء الله. فرحنا جدا بالمحاضرة. وأنت نبهتنا على أذكار. على الأذكار. لا غير هذا، على أذكار يعني إنه لابد الأذكار تكون يعني على السنة، على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطينا بالله إذا عندك كتاب أو شيء كل أذكار فيه صحيحة، نبغى أذكار صحيحة ما نبغى شيء ثاني. ما شاء الله. فسبحان الناس مقبلة يا أخي، والله الناس مقبلة، بس تحتاج يعني من يذهب ويتكلم معها. كان شيخنا الشيخ ربيع الله يحفظه. آمين. كانوا راح مرة زيارة للسودان هو يخبرنا الشيء. أي نعم. فيقول قالوا يا شيخ لا تتكلم عن كذا، تتكلم عن كذا. قال يا شيخ أنا أعرف إيش أتكلم. نعم. يقول فذكرت حديث عائشة، أظن هذا اللي ذكره الشيخ، حديث عائشة من قال من زعم أن محمد يعلم الغيب فقد كذب. نعم. فإن الله عز وجل يقول قل يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقول وأخذت تتكلم عن هذا الحديث، والله ما أحد أنكر علي بكلمة. الحمد لله. إيه. أتكلم عن الصوفية وأتكلم عن بعض يعني مخالفاتهم، لأن أنا ما تكلمت إلا بقول بقال الله وقال الرسول. ومن التمس رضا الله سبحانه بسخط الناس رضي الله عنه ورضى عنه الناس. فيقول ما أحد والله خالفني، بالعكس كانوا معجبين يعني بالمحاضرة والدرس. فهي تحتاج يعني بس يعني شوي يعني شوية عمل ويعني وبذل يعني وترك شيء من متاع الدنيا، وأنا أظن أنك ستجد يعني أفضل مما تركت يعني. الله كريم. الله كريم. الحمد لله. يعني في الدنيا أقصد، لا في الآخرة فلا شك أن الداعي إلى الله العظيم. أسأل الله تقبل يا الله.